الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الله تبارك وتعالى يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في سورة الحجر من القرآن العظيم فيقول: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وهو يتحدث عن قوم لوط وكفرهم وفواحشهم عياذا بالله. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: لعمرك لحياتك. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى وإسناده جيد. وقال ابن العربي في أحكام القرآن الصغرى: قال المفسرون: أقسم الله هنا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم تشريفا له. قال ابن عباس: ما خلق الله نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة غيره. ثم قال ابن العربي: وليس لأحد أن يقسم إلا بالله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فإن أقسم بغيره فهو آثم. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: الحديث متفق عليه في صحيح البخاري واللفظ له وفي صحيح مسلم. وقال الطبري رحمه الله في تفسيره: لفي سكرتهم يعمهون، يقول: لفي ضلالتهم وجهلهم يترددون. وهذا جميعا نقلته في كتاب التفسير القويم للقرآن الكريم. وهنا إذا علمنا أن الله تبارك وتعالى أقسم بحياة سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه تشريفا له في هذه الآية، فلماذا يا ترى لم يقسم الله تبارك وتعالى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الآية، ويتحدث عن قوم لوط الكفرة المجرمين؟ الكفرة المجرمين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. والجواب والله أعلم بأن الله تبارك وتعالى يسلي ويعزي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه السورة سورة مكية، سورة الحجر، وقد كان كفار قريش ومن حالفهم ومن آزرهم يغلظون ويؤذون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين من الصحابة رضوان الله عليهم. فالله تبارك وتعالى هو هنا يحدثه عن من سبقه من الأنبياء وعن أقوامهم الكفرة والمجرمين، ويسلي ويعزي نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه كما قومك من الكفرة يعمهون ويؤذونك، فإن من قبلك من الأقوام الكافرة كانوا يؤذون أنبياءهم، وانظر كيف فعلنا بهم، وإنا لقادرون على أن ننتقم من أعدائنا وأعدائك من مشركي قومك. فقد أقسم الله تبارك وتعالى بحياتي وبعمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إليه في هذه الآية، كي يطمئن قلبه بأنه ناصر إياه وبأنه قادر على البطش بمن أراد من أعدائه وأعداء سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.